الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين من عباده، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منشور للشيخ محمود عبود حفظه الله ورعاه ونفع به، استوقفني وشجعني وجعلني ألقي هاته الكلمة. والشيخ محمود عبود حفظه الله، إمام مسجد الحمامات، ربي ينفع بعلمه، كتب منشور في صفحته فقال: حصاد الجهل والعصيان. مؤلم جدا أن تجد أبناء وبنات في سن البراءة وزهرة العمر، ولكن الوالدين منفصلان ولأتفه الأسباب. ثم قال: هل نحب أبناءنا حقيقة؟ هل نحن في مستوى المسؤولية، مسؤولية الزواج وميثاقه الغليظ؟ وإذا جفت ينابيع المودة والحب المزعوم، فأين هي الرأفة والرحمة؟ هل نملك صدقا عاطفة الأبوة والأمومة نحو فلذات أكبادنا، أم نحن محرومون من التوفيق بسبب ذنوب وآثام اقترفناها ولما نتب؟ ربه جزيه خير الجزاء، وبارك الله فيه ونفع الله بعلمه. هذا المنشور، والله أيها الإخوة الكرام، الإنسان لما يشوف واقع المجتمع نتاعنا وحالات الطلاق المسجلة في كل عام، راهي 70,000 حالة طلاق، 14 مليون أو 10 ملايين عانس، هذه الإحصائيات الرسمية أيها الإخوة الكرام. ثم الناس ما زال تطلق، وخاصة في هذه الآونة الأخيرة. يا أخي، الله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن لنسعد في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله جل وعلا في القرآن العظيم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ربي ما خلقناش باش نشقاو أيها الإخوة الكرام، ربي ما خلقناش باش نتعذبوا في هذه الحياة الدنيا، ربي باش ما خلقناش باش تكون العداوة والشحناء والبغضاء لأتفه الأسباب في هذه الحياة الدنيا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تركت فيكم ما إن تمسكتم به، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي صلى الله عليه وسلم. وش يقول ربي سبحانه وتعالى في القرآن العظيم؟ هذا لكل زوجين أيها الإخوة الكرام. وباش نكونوا صرحاء، واحد ما عنده فاطمة الزهراء رضي الله عنها في بيته، أو عائشة أم المؤمنين في بيته، وحدة ما عندها كذلك علي بن أبي طالب في بيتها، وحدة ما هي متزوجة بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، الأخلاق نتاعه والصفات نتاعه، كلنا فينا نقائص وعيوب، الكمال لله والعصمة للأنبياء أيها الإخوة الكرام. أما باش الإنسان يحوس على الكمال البشري، غير موجود الكمال البشري في النساء ولا في الرجال، غير موجود، الكل فيه نقائص، ونقائص كبيرة كبيرة جدا. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. 70,000 حالة طلاق، بمعدل حالة طلاق في كل 5 دقائق. والضحية ماشي الزوج، الزوج يتزوج والرجل يتزوج والمرأة تتزوج وكل يعيشوا حياتهم، ولكن الضحية وين راهي؟ ضحية هؤلاء الأبناء. تخيل انت في مكانهم، عندك باباك ويماك راهم مطلقين، انت ايها المطلق يا ما طلقت زوجتك، تخيل انت ما هو الشعور نتاعك، باباك ويماك مطلقين متفاصلين، كل واحد والشرق، واحد في الغرب، واحد متزوج، واحد عاود الزواج، ما هو الشعور نتاعك؟ وخاصة مع هذه الجائحة، والناس تقاربوا مع بعضهم البعض وشافوا العيوب تاع بعضهم البعض، كان الراجل كان يخدم، كان بعيد على البيت، العيوب نتاعو ماشي باينه، والام الزوجه كذلك. اما الان تقارب ولا يشوفوا العيوب نتاعهم، وعدوا ما كاش كما قلنا لا سماح ولا عفو ولا تغافل ولا تجاهل عن هذه الاخلاق السيئه التي من الزوجه ومن الزوج كذلك.
نرجع لكتاب الله سبحانه وتعالى، القرآن العظيم. عندنا القرآن أيها الإخوة الكرام، والله إذا ما ربناش القرآن ما نترباوش، وإذا ما قومناش القرآن لن نستقيم أبدا، وإذا ما رجعناش لكتاب الله والله لن نسعد إلى يوم الدين. وش يقول الله سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. القرآن عظيم. وش يقول علماء التفسير؟ احنا رانا ننقل فقط، علماء كبار اللي أعطاهم ربي ملكة التفسير وأعطاهم فضل الله فضلا منه سبحانه وتعالى. قال العلماء: الزواج مبني على المودة والرحمة. قال لك شهر العسل، شهر العسل فيه غير المودة والحب والعطف والحنان والرومانسية وما شابه ذلك. يا أخي خلصت المودة وخلصت الرومانسية وخلصت الحب، تبقى الرحمة. هكذا قال العلماء، مبني على المودة والرحمة. إذا ما كاش مودة وما كاش حب، يا أخي رحمة. الزوجة لا تحب زوجها ارحميه، الزوج لا يحب زوجته ارحمها، ارحمها. مش الإنسان يقعد دائما عايش يقول لك أنا نعيش حياتي كما يلزم، لا، دوام الحل من المحال. اليوم كاين تفاهم وكاين عطف وكاين لطف وكاين رحمة وكاين مودة، وغدر وغدوة كذلك يكون العكس. ولكن إذا كان العكس، الإنسان ما يجعلش من الحب حبة قبة، ما يكبرش المشكل، ما يكبرش المشكل. والله سبحان الله العظيم كما قال الشيخ ربي يحفظه، قال لك: منفصلان الوالدين منفصلين لأتفه الأسباب. أتفه الأسباب تلقى يطلق مرته، عيب عيب والله، غير عيب. ما جاتوش على القسط، ولا ما نتكلموش إذا كانت المؤثرات الخارجية، التدخلات الخارجية، ما تكلموش عليها. تلقى في بعضهم بعض فقط على جال ماكلة خاص كما نقول احنا خطيرة جدا، ولا جعل لبسة، ولا ما على باليش، على أمور بسيطة قد الإنسان يتغافل عليها وتطلق الزوجة نتاعك. هذا شيء خطير جدا أيها الإخوة الكرام. فالمودة والرحمة والزواج مبني على خلق التغافل. ما معنى خلق التغافل؟ إنسان يدير روحه ما شافش، يقولوا دير روحه ما شافش في الأمور الصغيرة، الأمور التافهة، الأمور اللي ما عندهاش قيمة، سواء في الأكل ولا في اللباس ولا في نظافة البيت ولا ما شابه ذلك، يدير روحه ما شافش. خلق التغافل. واش يقول الله سبحانه وتعالى؟ ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ما تخرجش الزوجة نتاعك وما تطلقهاش وما تعاقبهاش إلا إذا جات بفاحشة كبيرة، فاحشة لا تغتفر. كاين أمور لا تغتفر، أمور قد الواحد ما يقدرش يجوزها. أما الأمور الأسباب، هذه الأمور التافهة والأمور اللي ما عندهاش معنى، ونطلقوا طلق الزوجة نتاعك على هذه الأشياء، يا أخي هذا نقص في رجولتك وفي مرؤاتك وفي القوامة نتاعك، هذا نقص فيك. والإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عليه الصلاة والسلام، ليس، قال في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الناس ويغضب ويطبق ما يريد، ليس الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. بمعنى إنسان دخل البيت نتاعه وشاف أمور ما عجباتوش، يا أخي أملك نفسك، أنت قوي وأنت شديد وأنت شجاع. قال عليه الصلاة والسلام: الذي يملك نفسه عند الغضب. يجي واحد يعيط لي ويقول لي: يا شيخ طلقت الزوجة نتاعي، كنت غضبان، علاش درتي كذا وكذا، كنت غضبان. كيش كنت غضبان هذا؟ وعلاش تغضب؟ قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ، وراه القرآن، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الذي يكظم غيظه، كنقولوا يكظم غيظه مع الآخرين، وخاصة إذا كان مع زوجتك. قال عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم لأهله، وأنا خياركم لأهلي. إذا كان فيك خير، الخير هذا يبدأ بالزوجة نتاعك، بالدار نتاعك. أما إذا كان في دارك ما كاين والو، وفي خارج البيت كاين خير وكاين عفو وكاين سماحة وكاين كرم وكاين بذل وكاين عطاء، فأنت ليس بخيار الناس، بل أنت أشقى الناس.
وأنت شر الناس. إذا كان الخير منعته من أهل نتاعك وتمده لغير أهلك فما فيك خير. قال عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم لأهله، وأنا خياركم لأهلي. وبالتالي أيها الإخوة الكرام، هذه المشاكل الزوجية اللي راهي موجودة في المجتمع، والمشكل أنها تتراكم وتكبر وتتفاقم، ومكاش المصلح ومكاش الذي يدعو إلى الخير. أنت في نفسك اقعد مع روحك وخمم في العواقب وفكر في العواقب. احنا ما خلقناش ربي لهذه الحياة الدنيا، ربي ما خلقناش في هذه الحياة الدنيا، ربي خلقنا للأبد، للحياة الأبدية في الجنة. قال سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. دير في بالك أيها الزوج، إذا قعدت مع هذه الزوجة ستكون زوجتك في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. كاين اللي ما يحملش يقول لك أنا نزوج بها في الدنيا زنديها في الدنيا في الآخرة، ثم تتبعني في الدنيا وزيد تتبعني في الآخرة. نعم، زوجتك في الدنيا زوجتك يوم القيامة، ولكن الله تعالى قال في القرآن العظيم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا الغل في قلبك اتجاه الزوجة نتاعك، والغل اللي في قلب الزوجة اتجاه زوجها زوجتها، سيمحى بإذن الله سبحانه وتعالى. ربي نحي هذاك الغل اللي في قلوبنا أيها الإخوة الكرام إخوانا على سرر متقابلين. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الإنسان في هذه الحياة الدنيا خوتنا المتزوجين، دير في بالك باللي ماكش خالد، ماكش خالد. قد اليوم تطلقها بعد عام توفى، واش ربحت؟ واش ربحت؟ يتمت الأولاد نتاعك وخليت الزوجة نتاعك مطلقة. فإنسان يترفع عن هذه الأمور. يا أخي إذا غضبت أخرج، والإنسان دائما يكون يصفح ويسمح ويتجاوز ويتجاهل ويتغافل، خاصة إذا كانت أمور صغيرة، أمور تافهة، أمور ما عندهاش قيمة. فالإنسان يترفع أيها الإخوة الكرام، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، كما قال صلى الله عليه وسلم. معالي الأمور أنك تترفع على لفتيلتي هذه الأمور الصغيرة، هذه الأمور اللي ما عندهاش معنى، الترفع عليها يا أخي. باش يكون ما تغلط الزوجة نتاعك توقف عندها وقول لك درتي وعملتي وفعلتي. إنسان يترفع يترفع يترفع. هكذا تدوم الحياة الزوجية، وهكذا تسعد الحياة الزوجية، وهكذا ما تكونش فيها مشاكل بين الزوجين. ونتفكر باللي 70,000 حالة طلاق، وخاصة إذا كان هذا الإنسان عنده أولاد. يا أخي ليس من الرجولة أن تفكر في نفسك، قادر أن تطلق الزوجة ونجيب بدر البدور وشمس الشموس وتعيش حياتك، ولكن هل يجوز لك أن تضيع الأولاد نتاعك؟ قال صلى الله عليه وسلم: الدين تاعنا عظيم أيها الإخوة الكرام، ما خلى حتى صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها. قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. إثما أنك تضيع الأولاد نتاعك وتضيع من يقوت، ماشي تضيعهم ما تعطي لهمش الماكلة، قال لك نعطي له النفقة، ما تكفيش النفقة. خاصة المجتمع اللي رانا فيه، بكري كان المجتمع يربي، الآن المجتمع ما يربيش. المجتمع راه يفسد، راه يخرب، راه يدمر الأبناء نتاعنا إلا من رحم الله. قلق بها الصحابة كانوا يطلقوا حقيقة، ولكن جيل تاع الصحابة كان يربي. المرأة ما تضيعش، إذا طلقت تزوجت، إذا طلقت وبقيت أرملة قاموا عليها، أنفقوا عليها، حافظوا عرضها. الآن المرأة إذا طلقت فقد حكمت، حكم عليها بالإعدام، حكم عليها بالإعدام، والفتنة أشد من القتل. الأولاد إذا كان يتموا كما نقولوا احنا، يا الوالدين مطلقين واحد ما يرحمهم، المجتمع ما يربيهمش وما يرحمهمش. قال لك باباه مطلق، روحوا تشوفوا الأولاد اللي راهم في السجون، روحوا تشوفوا تجار المخدرات، روحوا تشوفوا الناس اللي راهم يتعاطوا المخدرات. والله أغلب هؤلاء الشباب ضحية الطلاق، أغلب هؤلاء الشباب ضحية الطلاق. بمعنى كي تشوف يقول لك أنا بابا ويما مطلقين، تشوف البنات الآن في بنات راهم في باب الواد يدوروا، كاين بنات في باب الواد راهم يدوروا دوك في الساعة الآن، شحال راهي 6:30 بعد المغرب بعد العشاء، شكون مطلقين؟ قال لك بابا ويما مطلقين، بابا الزوج ويما زوجت، ورانا قاعدين هكذا.
ها ضحية الطلاق أيها الإخوة الكرام، شوفوا شراي يخرج الطلاق يا أخي. إذا إنسان كان خلاص الطلاق، يقول لك واحد يقول لك الطلاق راه شرع ربي. نعم شرع ربي، ولكن عنده أحكام، عنده آداب، عنده أخلاق، عنده شروط. ما كاش فوضى في دين الله عز وجل. ماشي ما قد جاتكش على الكوستو قال لك مطلقه رفدي قشك وروحي مالك. قال الله تعالى: ولا تخرجوهن من بيوتهن. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. ثلاثه قروء، ثلاث حيضات. والذي يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرة. ما تخرجش المراه من دارها، مستحيل تخرج ايها الاخوه الكرام. ومن باب الرجوله كما قال الشيخ القرضاوي حفظه الله، قال لك: ان لم تكن امامه فرجوله. اذا ماكش امام كون راجل. ما معنى الرجوله؟ طلقت الزوجه نتاعي ماشي مشكل، ما تفهمتش معاها، بصح من باب الرجله ماشي من باب القانون. القانون يفرض عليك تكري لها والنفقه، من باب الرجله. قال ابو بكر الصديق: احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. اذا طلقت الزوجه نتاعك رجله وعندها اولاد، نخلي لها الدار ونخلي لها الاولاد ونخلي لها النفقه ونخرج مرفوع الراس حفاظا على هاته المراه، كيما تقبل يديروا للاخت نتاعك والبنت نتاعك والام نتاعك، دير البنت الناس. جبتها معززه مكرمه من بيت ابيها، فلا يجوز لك ان تهينها او ان تطردها. كي نقولوا تطردها من بيتها، وين تروح؟ انا نشوف نسلم طلقات راهم قاعدين في الجناين، قاعدين تحت القناطر، وقاعدين في دار الايتام ودار العجزه، وعلاش بك؟ قال لك راني مطلقه. سبحان الله العظيم، اين هي الرجوله؟ اين هي الانسان يتفكر العشره تاعو؟ سبحان الله العظيم. فبالتالي مسلم يفكر في هذه العواقب كذلك حفاظا حتى والمرأة هذه سيئة الخلق، ولكن الأولاد نتاعك راهم من دمك ولحمك، ما نخليهمش يضيعوا يقعدوا مع يماهم، ونعطي لهم النفقة نتاعهم والبيت نتاعهم، وربي يفتح عليك. قال الله تعالى: وإن يتفرقا، شوف القرآن، الله أكبر، قرآن عظيم. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ربي يغنيك ويغنيها. ومن ترك شيئا لله، قال عليه الصلاة والسلام، عوضه الله خيرا منه. أنت تركت البيت وما فيه، وتركت الراتب بتاعك لزوجتك ولأولادك لله سبحانه وتعالى، فسيعوضك الله خير مما تركت. عيشوا مع ربي ونتعاملوا مع الله عز وجل، نتعامل مع الله، ما نتعاملش مع المخلوق. يا أخي هذه الزوجة كرهتها، من حقك تكرهها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. المرأة ماشي كلها شر أيها الإخوة الكرام، المرأة ليست كلها شر، فيها الخير وفيها الشر. أنا ندي الخير ونتغافل عن الشر، وإذا كان فيها كلها شر وراي موجودة، ما نقولوش ماشي موجودة. ولكن عندنا أولاد، عندنا أولاد، هؤلاء الأولاد كنتم محسوبين على اسمك انت فلان، اللقب نتاعك راهم يحملوه. اذا صلحوا، اذا كانوا صالحين راه يرجع ليك، واذا كانوا فاسدين كذلك يرجع ليك في الدنيا وفي الاخره. وبالتالي ايها الاخوه الكرام، كما قال الشيخ حفظه الله في هذا المنشور، منشور جميل، الشيخ محمود عبود، ربي ينفع به ان شاء الله تعالى، إنسان يستحضر المودة والرحمة ويفكر في الأولاد نتاعه والعواقب نتاعه. نعيشوا عيشة واحدة فقط، من عيشوا زوج لا نعيشوا حياتين، حياة واحدة. فهذه الحياة سنحاسب ونسأل عنها وما فعلنا يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. واعلم أخي المسلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، حتى ولو كان القانون يشرع لك باش تطلق، والشرع يشرع لك باش تطلق، ولكن كاين خفايا لا يعلمها إلا الله علام الغيوب. إياك 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 والظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. إذا شفت باللي راح تطلق ما تزوجش يا أخي، إذا شفت روحك باللي راح تطلق لأتفه الأسباب ما تزوجش.
والمجتمع الوقت اللي رانا فيه قال واحد يقول لك الطلاق راه موجود مع عهد النبي صلى الله عليه وسلم وربي شرعه. نعم شرعه أيها الإخوة الكرام، وموجود في الكتاب والسنة، ولكن الوقت اللي رانا فيه لا أنصح به، لا أنصح به. اصبر وصابر، والله تصبر وتضحي بالصبر نتاعك هذا سيعطيك الله خير، لأنك إذا ما صبرتش وآثرت ما تهوى نفسك تحب تعيش حياة واحدة أخرى، شوف واش كاين موراك، واش راح تخلي موراك من مخلفات وآثار وعواقب وأضرار الطلاق في مجتمعنا. المجتمع لا يرحم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. دوام الحال من المحال. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما، هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. إذا وكان فيها مشاكل الإنسان يتغافل قدر ما استطاع، وسيحدث الله بعد ذلك أمرا، ورب يغير الأحوال. ونكثر من الدعاء، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع بيننا، اللهم انزع الغل من قلوبنا، إلى غير ذلك من الأدعية. ورب يبارك في هذه الحياة أيها الإخوة الكرام. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب زوجات وأزواج المسلمين أجمعين، وأن يجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يفرغ عليهم صبرا، وأن يجعلهم من المتحابين فيك يا رب العالمين، إنك سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله في أسماعكم.